شكرا نساء ورجال الإعلام على التغطية ديالكم لهذا اللقاء. هذا حقيقة كان في عرض ديال مجلس الحكومة اليوم، كان واحد العرض مستفيض على الحالة الوبائية والتقدم ديال الحملة الوطنية ديال اللقاح. اليوم كنعرفوا في بلادنا الحمد لله أن الحالة الوبائية تحسنت بطريقة جيدة، والمغرب ولا منطقة خضراء لأن جميع المؤشرات كتدل على ذلك، بما فيها مؤشر ديال عدد الإصابات يوميا ومؤشر ديال الإماتة اللي ولا اليوم المغرب كيسجل من المؤشرات المنخفضة اللي كاين في العالم على المستوى الدولي. كذلك عدد ديال الحالات الحرجة المسجلة واللي كنشاهدوا اليوم ان المناطق الاقسام ديال الانعاش والعنايه المركزه ولاو كيخويو الاسره ديالهم في الوقت اللي كنا كنعرفوا في وقت الذروه، في يعني في شهر غشت نصف غشت كنا كنعرفوا حالات جد حرجه، وصلت النسبه ديال اشتغال ديال الاسره تجاوزت 55%، وكنعرفوا ان المؤشر اللي هو كيعلن على يعني الامر ولا كيستعصى هو الرقم ديال 65% ديال الاشتغال ديال الاسره. فبالتالي هذه المؤشرات هي مؤشرات كاين على المستوى الوطني ولكن حتى المستوى الجهوي، كنعرفوا ان بعض الجهات عرفت تحسن بطريقه سريعه بوتيره سريعه، ومناطق اخرى عرفت تحسن بطريقه بطيئه، وهذا ناتج على الكثافه السكانيه والحركيه اللي كتعرف كل مدينه، وكل مدينه عندها الخصوصيات ديالها وكل جهه عندها الخصوصيات ديالها. ولكن مجملا ان الحاله الوبائيه اليوم الحمد لله مستقره مستحسنه، ولكن واش المغرب كيعيش في معزل على المناطق الاخرى؟ المغرب كيعيش باتصال مع دول اخرى في المحيط ديالو، المحيط يعني اللي كيخلي عنده روابط تجاريه اقتصاديه سياحيه، فبالتالي ليس هو في منأى على اي انتكاسه اخرى. اليوم كنشاهدوا ان كاينه الحاله الوبائيه تتحسن، تقدم في كذلك في عمليه ديال اللقاح، بما ان المغرب حصل الحمد لله على 24 مليون مستفيد من الجرعه الاولى، وصلنا تقريبا ما يناهز تقريبا 22 مليون الجرعه الثانيه، وهذا رقم جد 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 مهم بزاف ملي كنشوفوا مقارنه مع الدول الاخرى، لان كيقربنا من تحقيق المناعه الجماعيه، وحنا كنعرفوا بان المناعه الجماعيه باش يمكن نحصلوا عليها هي 80% ديال الساكنه ديال المغرب، والساكنه ديال المغرب 36 مليون، يعني وخصنا نوصلوا 90% من الفئه المستهدفه بالنسبه للفيروس اللي هو الدلتا. وهو الفيروس الدلتا على المستوى الدولي ثم كتعرفوا بان فيه بزاف ديال الانواع، وهذه الانواع هادو اللي خلاو بعض الدول الاخرى اللي عرفات انتكاسات وبائيه، واللي المغرب خصو يبقى في منأى منها. واش غنقدروا نبقاو في منأى منها؟ نقدروا نقلصوا من الاثار الجانبيه ديالها باش ما يوصلناش هذا كيسميوه لو سوفاريون AY4.2. حنا الحمد لله ما عندناش، مازال ما دخلناش، لان عندنا واحد اليقظه جينوميه اللي كتخلينا كنتبعوا هذا الامر بالتدقيق لحد الان. ولكن واش غنبقاو في منأى عليه؟ ما كان ما التطور ديال الوباء على المستوى الدولي بين لنا بان فيما كتكون شي انتكاسه على في اوروبا كيكون ولا بدا واحد المده زمنيه اللي كتفرق ما بين اوروبا والمغرب، وهذا الشيء روابط، وهذه هي يعني الطريقه ولا لوجيك اللي كتطور بها الحاله الوبائيه. غير هو دابا باستباقيه خصنا نقلصوا من الاثار الجانبيه، ولهذا علاش كنوصيو ان يبقاو نفس الاجراءات الاحترازيه باش نبقاو محافظين على المكتسبات. الرهان اليوم شنو هو؟ الرهان هو نوفقوا ما بين هذه المكتسبات اللي محققين عليها والانعاش الاقتصادي والسياحي اللي غاديين به. يعني حقيقه اي واحد يمكن يحط سؤال هو راه بغينا نحلوا البلدان، ولكن كاين واحد التجارب اللي كنشوفوها وكنشاهدوها خصنا ناخذوا منها خلاص وعبار، ان كاين بعض البلدان اللي حلت جميع المرافق ديالها وعرفت انتكاسه واليوم كتسد. شنو هو الاجدر وشنو هو اللي افضل؟ واش نبقاو محافظين وغاديين بشويه بشويه كنديروا الميزان، ولا نحلوا بالزربه ونسدوا كل شيء بالزربه ونصدقوا في ما لا يحمل العقبه؟ وهذيك هذه المعادله هذه شويه صعبه الانجاز، وخص هذا التوازن جد جد صعب، وخصو توافق مع جميع القطاعات الاخرى. وحنا الحمد لله غاديين بهذا التصور هذا حتى نتجاوزوا ان شاء الله هذا الصعاب، ولكن خصنا نعرفوا كذلك ان راه 24 مليون راه الاغلبيه ديال المغاربه اليوم تلقحوا،
يعني الاجراءات اللي كان عملوا بها اليوم ومن جملتها جواز التلقيح هو اللي غادي يقدر يكون محور ديال النقاش اليوم، فهو تحصيل حاصل. ملي كنقول انه 24 مليون ملقحه، يعني انا مع 24 مليون منخرط كتبقى دوك الاغلبيه مستفده من اللقاح. اذا كانت الاغلبيه مستفده من اللقاح خصنا نحصنوا المصلحه ديال الاغلبيه اللي استفدت من اللقاح، كتبقى الاقليه اللي غادي تلحق او تنخرط من بعد او مازال كتسنى يعني يكون عندها تحسيس اكثر، فكنطالبوها باش يكون عندها حس وطني اكثر. وهذا سلوك اللي هو حضاري، ان احنا ما محتاجينش باش نديروا تقييد ولا شيء، كنبغينا المواطن اللي تلقح واستفد وداروا عن قناعه باش يحافظ على شروط السلامه ويحافظ على راسه ويحافظ على العائله ديالو ووليداته والمجتمع، يبقى مستفد من هذا الامتياز هذا، ما يخليش واحد الاقليه هي اللي تاثر على هذا التوازن اللي وصلنا له. فهذا هو المفهوم ديال الجواز ديال التلقيح، اللي هو اداه ووسيله ماشي باش نزيروا على عباد الله، باش نحافظوا على شروط السلامه الصحيه، باش نخليوا ان البؤر ما تكونش لا تجاريا ولا صناعيا ولا في التعليم، ويبقى وليداتنا مازال كيقراو. هذا علاش واش غيبقى دائم؟ ما كاين حتى شي حاجه اللي كتكون دوام لله الواحد القهار. هذا ملي كتكون اداه كديرها في الوقت اللي خصك تبقى تحافظ على المكتسبات، عاوتاني كيكون كاين شد ويعني كديروا تقيس حتى ان شاء الله نوصلوا للمناعه الجماعيه، ونتمنى الله انه يبقى هذا المكتسب هذا، ونزيدوا نحسنوا ونطوروا، لان الهدف ديالنا هو اننا يكون الاقلاع والنشاط السياحي والاقتصادي، ونطلقوا لهذه الاجراءات الاحترازيه، ولكن خصنا من نطلقوها نكونوا متيقنين وامنين باش ما توقع لنا حتى شي مشكل، ونعاود نصدقوا في مالي احمد وعقبه. وانا كنتفاعل مع الاسئله ديالكم الا كاين شي اسئله، وشكرا. هو اولا لازم نذكروا من السياق العام اللي جات فيه هذه الحمله الوطنيه ديال التلقيح، وخصنا ولا بدا ديما نستحضروا ان سيدنا الله ينصرو كان عنده استباقيه واستشراف على التدبير ديال الجائحه، وحتى الاقتناء ديال اللقاح اللي في الوقت اللي كانت واحد الندره، والمغرب كان من السباقين اللي تموقع في اطار شراكات وفي اطار تبادل تجارب وخبره، وانتم كتعلموا على انه درنا التجارب السريريه، وكان خبراء كيمشيو من بلدان تجيو من الصين وجاو للمغرب، فبالتالي كان عندنا واحد التموقع جد مهم، وقدر المغرب يكون وفر اللقاح للمواطنين المغاربه وبالكميه الكافيه في وقت الندره. ما نتكلموش على السعر ديال اللقاح، لان كاين اللقاح اللي غالي باهي الثمن، المهم هو ان في الندره قدر المغرب يوفر اللقاح، وقدر يحقق نسبه من التلقيح جد عاليه. وشوفوا غير في الجوار النسبه اللي حصلنا عليها المغرب، راه نسبه تقريبا تقارن مع النسب ديال الدول الاوروبيه. هذه النسبه ديال التلقيح خلات المغرب يحصل على واحد المناعه، حنا مازال ما وصلناش للمناعه الجماعيه، ولكن حصلنا واحد المناعه. حيت السؤال اللي كيبقى دابا، واش هاد التلقيح عنده افاده ولا ما عندوش افاده؟ واش استفدوا الناس من التلقيح؟ درنا دراسات، ونعطيكم واحد المؤشر بسيط. شفنا قارنا الناس اللي جاهم الكورونا من الاول ديال الجائحه، والناس اللي جاهم الكورونا من بعد ما بدينا العملية ديال التلقيح، وشحال العدد ديال الناس اللي دخلوا للإنعاش، وشحال العدد ديال الناس اللي خرجوا من الإنعاش، وشحال العدد ديال الناس اللي توفوا. وخرجنا بخلاصات أن العدد ديال النسبة ديال الناس اللي تصابوا بكورونا وفي الإنعاش وما داروش التلقيح 4 مرات أكبر من الناس اللي استفدوا من اللقاح. فبالتالي هذا مؤشر بسيط ولكن عنده دلالة كبيرة. واش حيت شنو المطلوب منا اليوم؟ مطلوب منا هو نحافظوا على شروط السلامه الصحيه. بغينا سيدنا الله يسرو صاحب الجلاله دار في صلب الاهتمام ديالو المواطن المغربي، واولا وقبل كل شيء الصحه ديالو، عاد من بعد المسائل الاقتصاديه والاجتماعيه اكسيتيرا. هذا هو وكانت المجانيه ديال اللقاح باش نحافظ، حيت الا ما حافظناش على السلامه الصحيه ما كاين لا اقتصاد ولا حاله اجتماعيه ولا فإذا من نكونوا كنتكلموا على الحاله الوبائيه والحمله الوطنيه للتلقيح، لازم ما نستحضروا الاستحقاقات اللي وصلنا لها حتى وصلنا لهاد النتائج اللي اليوم كنحصلوا عليها. اذا كنتكلموا على 24 ملقح، من النهار اللي بدينا
التلقيح حنا كنقولوا بانه في وصلات ان اللقاح لازم يكون عندك اعراض جانبيه، كاين البسيطه منها وكاين اللي كتقدر تكون عنده كثيره، ولكن يعني الربح من عمليه التلقيح اكبر بكثير من الاثار الجانبيه. ربما ما نتكلموش عن اللقاح ديال كوفيد 19، مثلا اللقاح ديال فيفر جون واللقاح ديال الدفتيري واللقاح، راه انتم حتى نفس، وكاين برنامج ديال التلقيح، يعني كاين برنامج وطني للتلقيح وللمناعه في اللي شحال هذه هو 10 سنين وحنا خدامين عليه. هذاك المركبات والمكونات ديال هذا اللقاح ديال الكوفيد 19 بحالو بحال المكونات، هي الطريقه ديال التصنيع اللي كتختلف. فبالتالي كانت واحد الارقام ديال اليقظه لقاح، اللي كان عنده اعراض كيمشي للطبيب ديالو كيرونسيني لافيش ديالو، كيمكن يحيلها المختبر ديال التوكسيكولوجي فارماكوفيجيلانس اللي كيدرسوا القضيه واش عندها علاقه من هذا، والدوله كتحمل مسؤوليتها بالنسبه. ولكن الاغلبيه ديال الاعراض اللي اليوم كتحصى، انتو عطيني 24 مليون، واش 24 مليون مقيوسه ونقولوا 50% مضروبين؟ كاينه هادشي، كاين الاقليه ديال الاقليه اللي ملي كيجيو الاعراض كتكون اعراض رجعيه كترجع ريفيرسيبل. ثاني حاجه جبتوا لي واحد الموضوع ديال هذا اللقاح، واش كونتر بوند واش كونتر، بالله عليكم واش الندره ديال اللقاح والبرنامج اللي كي ديال الاقتناء ديال اللقاح راه عنده واحد المسطره، ماشي نقولوا وطنيه دوليه، راه ما يمكنش اللقاح يوصل للبلاد الا ما كانش الشروط ديال 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 ديال, ديال ديال المحافظه عليه من ناحيه التبريد والتكييف وداكشي يوصل باش يبقى النجاعه ديالو والفعاليه ديالو، سواء كان داخل في البروغرام اللي في الاقتناءات اللي دارت البلاد او في البروغرام ديال كوفاكس. فبالتالي زعما من اللعابات ان نجيو نضربوا هذا المجهود كبير ونقولوا راه حقا راه شراوه كونتر بوند. فينا هو كونتر بوند؟ كاين كونتر بوند الفاكسان، ما كاين حتى شي دوله اللي يمكن لها تراهن وتزعم وتشري شي فاكسان كونتر بوند، لان يعني اولا الا مشات تدخلات كونتر بوند هذه كيفاش دخلاتو، حتى الدول كلها غادي تسال منين داز. بالتالي ما يمكنش، كاين عندنا لا تراسابيليتي، وحتى الا كان عندكم حب الاستطلاع في هذه المساله هذه كيمكن لي نديروا لكم واحد جلسه مع مديره ديال الادويه وتشوفوا جميع الوثائق اللي كدل على تراسابيليتي ديال الفاكسان، وعند اللجنه اللي كتصادق على الفاكسان باش منكون، وفين الدراسات اللي داروا اللي كدل على شكون هو اللي فابريكا وشكون اللي والشروط السلامه ديالو، عاد باش كنجوزوه للمواطن المغربي، ماشي كنجيو نديروا نفس هذا. هاد الايامات كانوا كيقولوا على البوقع، مع البوقع كاين واحد ثلاثه ديال لي سونتر اللي وقعوا فيهم، شنو المشكل؟ وحنا واحد شرحناه في بلاغات ان ملي كتقبض لاسورانك، حيت وقعت في الفاكسان ديال فايزر، باش نكونوا لو فاكسان فايزر الخاصيه ديالو ان خصك دير ليه لا ديليسيون وعاد دوز دير ليه ديرو في لاسورانك باش دير ليه. ملي كدير لا ديليسيون كدير اون سورانك وحدها، وملي كدير الفاكسان كديرو في سورانك وحده اخرى. لا سورانك اللي درنا في الكاوتشو باش دير لا ديليسيون، طريقه باش دخلات لا سورانك بحال قطعت الون بورت بيس داك الكاوتشو وهبط ملي دار الريح البيستو وهبط في هذا. فبالتالي وشرحناها، وهاد المساله هاد لاكسيدون وقع ماشي غير في المغرب، وقع في بزاف ديال الدول، لانش لان خصك ملي تدخل الطريقه باش تدخل ما خصكش تدور بواحد لا فيتيس كبيره. على داكشي راه شرحنا باش نقولوا راه ما كاين حتى شي مشكل، راه وقع ان اكسيدون، وجميع في جميع الاحوال راه كيقدر يوقعوا دي زاكسيدون صغار بحال هادشي ديال ياخذ راه اتلاف ديال القرعه او جوج او ثلاثه، كيكون ديما الاحتياط باش كنا نتجاوبوا معاه. حاجه واحده اخرى ان جواز التلقيح ما عطيناهش الوقت الكافي باش يمكن، وما هي انا ليش في الوقت اللي كنا حنا في يونيو عندنا يلاه 9.5 مليون ديال الملقح، وحنا كنديروا وصلات اشهاريه واعلاميه وكنتكلموا على جواز التلقيح، وكان دخل الحيز التطبيق تجريبيا ما بين في السرايين ما بين المدن، اذا كان عندنا كنهيئ له، وكانوا جميع الخبراء اللي كانوا في اللجان العلميه كيخرجوا كيقول لا مناص ولا مفر لنا من جواز التلقيح، راه غيدخل كاداه اللي باش يمكننا نحافظوا. اذا شنو هو الوقت الزمني اللي خاصنا باش يمكن الناس كلشي تكون محسسه في الوقت اللي كان ان جميع المراكز ديال التلقيح كتسنى الناس يجيو، ما كاينش اللي كيجيو حتى الاوقات متاخره من الليل، ولكن من يدخل الاجراء ديال جواز التلقيح وعبدو ربه خرج في الاولى وشرح
الجواز التلقيح كيفاش يمكننا نحصلوا عليه، وجوابا على الناس اللي اللي تكلموا على الجرعه الثالثه، راه كان من بعد الخروج يومين من بعد كان بلاغ ديال الحكومه، واللي كنشرحوا فيه ان الناس اللي استفدوا من الجرعه الاولى كذلك يمكن لهم يتمتعوا بجواز ديال التلقيح اللي غتكون عنده واحد المده الصلاحيه ديال 28 يوم. غتقولوا لي علاش 28 يوم؟ هو الوقت الزمني باش يمكن يستافد بالجرعه الثانيه، ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه خص 21 يوم، وكنعطيه واحد اسبوع حدا اخر باش يتاخذ الاحتياطات ديالو، حيت علميا كيمكننا نستمحوا بواحد اسبوع زائد، هي 28 ما بين جي ان وجي 28 باش يمكن له يدير الجرعه الثانيه ديالو. اذا هذا من جهه، من جهه ثانيه الجرعه الثالثه خرجت الاجراء، علاش الجرعه الثالثه خرجت؟ فهاد قبل ملي كانت وقت الدروه ديال الجائحه جات الموجه الثانيه، وبلي تذكير تقريبا في 16 غشت 2021 هو القمه ديال الدروه، العدد ديال المصابين اللي كانوا عندنا في الانعاش العمر ديالهم اكثر من 65 سنه اغلبيه ديالهم، لان احنا كنا لاحظنا ملي بدينا اللقاح والمعدل داك يعني ديال 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 العمري غادي كيتقلص كيتقلص كيتقلص، ملي بدات كيفوت واحد المده الزمنيه اللي هي كدل على المده ديال الحمايه ديال اللقاح بدا عاود كيطلع داك المعدل، فبالتالي ولينا لاحظنا ان الناس اللي تجاوزوا 6 شهور ديال اللقاح ولاو عرضه للاصابه. اذا خاص ولا بدا واحد التعزيز بجرعه ثالثه، ومن ثم اللجنه العلميه اوصت باش يمكننا نحافظوا كذلك على المناعه ديال هاد الناس، اللي حنا لسنا في منأى على موجه اخرى، وهادشي سنه الله في الكون. انتم كتشوفوا كيفاش الحاله الوبائيه كتطور، كتجي الموجه الاولى وتجي الموجه الثانيه، وما بين الموجه الاولى والموجه الثانيه كان واحد المده زمنيه، وربما حنا غاديين وكنتطوروا والمده الزمنيه كتقصر، حتى هذا الفيروس هذا يعيا ويندثر. وراه ماشي مساله ديال اشهر، راه ربما مازال السنه المقبله كذلك يمكن يكون فيها التطور ديال هذا الحلوبي، ولكن خصنا نكونوا حنايا خدينا الدروس واستخلصنا العبار من هذا التدبير ديال عامين، باش يمكننا يكون عندنا ديما الاستباقيه والاستشراف على هذه الجائحه، باش ناخذوا التدابير اللازمه. حيت الهاجس ديالنا شنو هو؟ هو كيفاش هذا المكتسب نحافظوا عليه اليوم بنفس النشاط اللي اقتصادي واجتماعي، وهذا رغم ان راه كاين بعض التراخي، راه ماشي كلشي كيحترم وكلشي هذا حنا عارفين، ولكن في ظل هاد المعطيات اللي كاينه عندنا هاد النتيجه دي، وكنحمدوا عليها الله وكنشكروا. كاينه مساله واحده اخرى اللي جبتوا لي واحد السؤال ديال التلاميذ اللي مشاو للمدرسه ومن حقه، اولا بعدا مساله ديال الحق، كنهضروا على الحق ديال شروط الصحه العامه قبل ما الحق الفردي، اللي كيكون مساله الحق الفردي كيتعدى على وكيسبب ضرر على المصلحه العامه كتما كيحبس لا ليبرتي ديالو. فبالتالي اليوم حنا كنشوفوا ان الاغلبيه ملقحه والاقليه الغير ملقحه، ما يمكنش الاقليه تسبب ضرر الاغلبيه، باش نتفاهموا بعدا على هذه المعادله. ثانيا حنا كنعرفوا بالنسبه للمدرسه ماشي كاع التلاميذ ملقحين، لان ماشي كاع التلاميذ خصهم يستافدوا، لان اللقاح من 12 سنه للفوق، من 12 سنه لتحت ما ملقحينش، خصنا نحافظوا عليهم في اطار المناعه الجماعيه. لحد الان رايتما ان يتقدم العلم ويتطور او تبان شي امور اخرى، حنا كنا كنتعلموا اليوم وكنستافدوا وكنستخلصوا عبار وكنتطوروا. اذا المدرسه فيها جميع شرائح ديال التلاميذ، اللي كبار اللي صغار، فبالتالي ما يمكنش يكون هذا المنع بهذه الطريقه هذه اذا كان دارها شي واحد يعني تجاوز. فبالتالي حنا ما عمرنا كنقولوا منعوا التلاميذ، بالعكس كاينين انعكاسات وآثار بسيكولوجية على التلميذ لما ما كيكونش كيحضر المدرسة، فبالتالي بغينا نحافظوا حتى على ذاك التوازن، أن الصحة النفسية ديال الطفل جد مهمة بالنسبة له ومكتسبة، ذاك رجل الغد خاص كذلك تكون الصحة النفسية ديالو وتكون مزيانة. ما عرفتش واش باقي شي سؤال حدا آخر اللي ما جاوبتش عليه ولا نسيتو، ما عرفتش. بالنسبة لحالات الطوارئ الصحية راه السيد الوزير جاوب عليها، حنا مازال العالم كله في حالة الطوارئ الصحية، راه ما كاين حتى شي عالم حتى شي بلد اللي رفع حالة الطوارئ الصحية، حتى اللي رفعها مؤقتا ردها عاوتاني. وأصعب حاجة أصعب حاجة هي تكون انتكاسة ونوصلوا عاوتاني للإغلاق تحت ما يقبلها، وصعيبة علينا بزاف. علاش؟ و
شحال ديال العدد ديال المرضى اللي دازوا في الانعاش، والمستشفيات هذه سنتين وهما كيعانيوا، الاطر الصحيه، جميع المهني والناس اللي في الصفوف الاماميه بما فيهم رجال الاعلام، راه عامين ديال الدمير. فبالتالي واش حنا عندنا مازال الجهد مازال في الوقت اللي عندنا واحد النقص بشري في الموارد البشريه، في الوقت اللي عندنا طاقه عيات، اي انتكاسه اخرى غادي تزيد. اذا خصنا نحاولوا كل واحد يحافظ من الجهه ديالو على هذا، في الوقت اللي ان مازال ما كاين حتى شي دواء في العالم ديال الكوفيد. كاين وعود ان غادي يكون دواء، مي اليوم ما كاين حتى شي دواء. اذا مما كيكونش الدواء، شنو هو الحل اللي عندنا اليوم؟ الحل الوحيد اللي عندنا هو اللقاح. فكنتعاملوا مع هذا اللقاح باش نوصلوا واحد المناعه جميعا، وحنا حيت حنا في اطار دابا الوقايه، لما يخرج دواء هاد البروتوكولات كلها وهاد لا لوجيك كلها اللي كنخدموا ما كتبدل. اذا حنا كنواكبوا المعطيات العلميه وكنواكبوا التطور الوبائي باش نبقاو نحافظوا على التوازن ديالنا، وان شاء الله البلد ديالنا تبقى ديما محافظه على المكتسبه ديالها، ونخرجوا برا الامان ان شاء الله جميعا بالخيرات للجميع ديال كل شيء. ومن هذا المنبر كنقول كان الناس اللي مازال ما تلقحوش يحاولوا يتلقحوا، اللي مازال ما دارش الجرعه الثالثه ديالو يحاول يدير الجرعه الثالثه ديالو، لان هذيك الجرعه ديال الامل باش تحمي غدا والدينا. وما بارك علينا من الناس اللي ماتوا توفوا، بارك ما بغيناش نزيدوا من 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 الضياع ديال 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 المغاربه، واللي مات الله يرحمه واللي باقي خصنا نحافظوا عليه. شكرا.